خبر عاجل: تلميذ يمني ذكي يتجاوز حدود التقنية في حيلة مبتكرة. ما الخبر؟ نتابع التفاصيل. في خطوة غير مسبوقة وغير متوقعة، قام تلميذ يمني في المرحلة الابتدائية بحيلة ذكية أثارت دهشة الجميع، حيث قام بإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم مدير مدرسته. ولم يكتف التلميذ بإنشاء الحساب وحسب، بل قام بوضع صورة شخصية لمدير المدرسة، ثم بدأ في إرسال طلبات صداقة إلى جميع المدرسين في المدرسة مدعيا أنه المدير بنفسه. الغريب في الأمر أن التلميذ طلب من المدرسين إرسال أسئلة الامتحانات المقبلة إليه بحجة أنه يرغب في مراجعتها بنفسه والتأكد من صحتها وملائمتها للمستوى الدراسي للتلاميذ. أثارت هذه الحادثة تفاعلاً واسعاً في أوساط المجتمع اليمني، حيث عبر الكثيرون عن دهشتهم من ذكاء هذا التلميذ. من الناحية القانونية، فإن إنشاء حساب وهمي باسم شخص آخر يعد انتحالا للشخصية، وهو عمل يعاقب عليه القانون، كما دعت العديد من الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في هذه الحادثة للوقوف على ظروفها وملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.